السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، عندي صفحة 82 يونت 6 لسن 5 at the cinema، في السينما. listen and look، استمع وانظر، استمع وانظر. هنا عندنا سينما. look at the picture، انظر إلى الصور. find these things and tick، وجد الأشياء اللي موجودة هنا نكتب عليها صح. زين، هذه بوب كورن يعني الشامية. good robot الرجل الآلي جيد موجود، اثنيناتهم نكتب عليهم صح. funny مرح صح. آيس كريم المثلجات صح. فيلم صح. وباد روبوت الرجل الآلي السيء.